السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو الجديد. معكم تسبيح ودي قناتي، قناه لتعليم فنون الهندسه المختلفه. ايه رايكم في ستاند الكيك الجديد بتاعي؟ شايفين الالوان بتاعته حلوه ازاي وتداخل الالوان والاحجار؟ طب مين عايز يعرف التفاصيل والخطوات وازاي عملته؟ اللي عايز ومهتم بالموضوع ده يقدر يتابع معايا الفيديو من اوله لاخره، هتستمتعوا جدا بالتفاصيل بتاعته. بس قبل ما نبدا الفيديو، يا ريت اللي لسه مكسل ومشتركش في القناه بتاعتي ينزل بسرعه يدوس على سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان ما تنسوش تدعموني باللايك على الفيديو، لان دعمكم هو اللي بيشجعني اعمل لكم فيديوهات اكتر وافكار اكتر بكتير، وبيكم القناه هتكبر ان شاء الله. يلا بينا نبدا الفيديو. ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها؟ طبعا القالب بتاع الستاند، وهو التلات دوائر اللي انتوا عارفينهم، هحط لكم تحت في الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف، توصلوا عن طريق المثلث الصغير اللي تحت العنوان. هحط لكم كل اللينكات بتاعت الحاجات اللي جايباها من عليكس بريس، زي الميزان اللي مهم جدا للريزن، زي القوالب بتاعت الستاند، كمان الكوبايات الصغيره البلاستيك دي من عليكس بريس، والهوت اير جان. كل الحاجات دي هحط لكم لينكاتها ان شاء الله. خلاص، كمان يبقى معانا معالق خشب، وشايفين الاحجار الصغيره دي انا جايباها من محل هنا في قطر اسمه دايسو، حلو، ب7 ريال. علشان لو اي حد متابع هنا في قطر وحابب يجيبها، هنعمل بيها شغل ان شاء الله النهارده، هيعجبكم. كمان معايا حبه الوان ابيض ولون اسود اكريليك، ومعايا الباودر دي زي المايكا، هي دي ميك اب بس هي زي المايكا، وكمان معايا الوان فضه ومعايا ورق فضه، ومعايا الولاعه والهوت اير جان والكوبايات البلاستيك، وطبعا الميزان. شايفين ورق الفضه دوت جميل جدا، هعمل بيه شغل حلو ان شاء الله. اهم عضو معانا طبعا الريزن. حابه اقول لكم خبر مهم لكل الناس الموجودين في قطر، ان انا اقدر اوفر لكم نفس نوع الريزن اللي انا بستخدمه. فاللي عايز يتواصل معايا ابعتوا لي رساله او اكتبوا لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله اتواصل معاكم واعرفكم اقدر اوفره لكم ازاي، نفس النوع بالظبط. واديكم شايفين التجارب كلها قدامكم. دلوقتي انا هبدا اصب الريزن بتاعي اجهزه. طبعا كل واحد بيلتزم بالنسبه بتاعه الريزن بتاعه. انا الريزن بتاعي 6 لـ4. بعد ما خلطت النسبه حلو وقلبتهم حلو، هسيبهم شويه لغايه ما البابلز تهدى شويه. بعد كده هقسمهم في الكوبايات زي ما انتم شايفين. انا عايزه اعمل درجه شفافه، وعايزه اعمل درجه اسود، وعايزه اعمل كمان درجه فضي. دي الالوان اللي انا هشتغل بيها في الصينيه بتاعتي، او مش الصينيه، في الستاند بتاعي اللي هما التلات صواني. خلاص، هو تقريبا يا جماعه ان الستاند دوت اخد مني 380 لـ400 جرام. بس خدوا بالكم ان هو فيه احجار، فالاحجار برضو واخده معانا مكان. لو انتم مش هيبقى باحجار، اتوقع ان هو اللي فات كان في رينج 500، متهيألي برضو، انا مش فاكره قوي الصراحه. زي ما انتم شايفين انا خلطت الاسود، وخلطت هنا كمان الفضي، وحطيت عليه حبه من المايكا الابيض، حلو، وكمان هعمل الشفاف سايباه على جنب. خلاص، هبدا اجيب القوالب بتاعتي. اتاكدوا ان القوالب بتاعتكم نظيفه، لو فيها اي حاجه تقدروا بالتيب اللي هو السولوتيب تمشوا كده بيه على القالب، هيشيل كل حاجه. هنبدا نوزع. انا هوزع الاسود اول حاجه، هنعمل بيه الاطار، وبعد كده هشتغل على بقيه الالوان. خلاص، هسيبكم بقى تسمعوا حبه ميوزك وتتابعوا بقيه الفيديو، وهجيلكم تاني كل ما يبقى فيه حته محتاجه شرح.
مهم جدا يا جماعة، خدوا بالكم في المرحلة دي. شايفين ان انا بعمل بالخلة ازاي؟ كل ما شد خط لازم امسح الخلة في الوايبس، علشان لو انا ما مسحتهاش هدخل الالوان في بعض فهتبوظ. انا بس عايزة ادخل من الاسود، انما تخيلوا لو انا رجعت تاني هدخل من الفضي جوه الاسود وهيدي تأثير تاني حلو، بس هيبقى مختلف عن اللي في دماغي. خلاص انا كمان كنت بحاول اشد بالطريقة دي الاسود ان هو يبدأ يدخل لجوه اكتر. خلاص كمان بالهوت اير جان بدأت ان انا اديله نفخات ان هو يدخل لجوه، يعني انا اللي كان الفكرة كلها عندي كده. خلاص دلوقتي جبت الاحجار اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، والاحجار دي هتبقى حلوة قوي ان احنا نقدر نلونها بالوان اللي احنا عاوزينها. انا الاول كنت بفكر لو انا حطيتها رمادي زي ما هي، بس بعد ما رصتهم الصراحة ما ارتحتش نفسيا خالص ليهم. عايز اعرفكم كمان انا سبت القوالب دي تنشف شوية، يعني انا دلوقتي بحط الاحجار على طبقة لزجة، لازم تكون طبقة لزجة. عارفين لو حطيته وهي لسه طرية خالص ممكن الأحجار دي تغرز جوه حسب العمق اللي انتوا عاملينه، يعني لو انتوا عاملين سمك ريزن كتير ممكن الأحجار تغرز جوه وما يبانش جمالها. فعشان كده خلوها لما تبقى طبقة لزجة، فمنها ان هي مش هتغرز قوي فتدارة، وكمان هنستخدم الريزن كمادة لزق ليها نثبتها بيه. اوكي ابداوا رصوا الريزن على قد سوري يا جماعه الستونز على قد ما تقدروا، وظبطوا الشكل وظبطوا الشكل. بصوا انا اهو خلصتهم ودلوقتي انا رصيتهم ونشف ماشي، بس انا ما ارتحتلوش الصراحه. فشايفين دي انا عملتها ازاي؟ انا هبدا الون الاحجار دي فضي غامق وفضي فاتح، هعمل لهم زي تدريجه بسيطه. هلونهم بايه؟ بالالوان الميتاليك الاكريليك اللي عندي اللي انتوا عارفينها اللي انا بلون بيها الجوانب. هزود علي نقطة بسيطة من الاسود الاكريليك علشان يديني درجة فضي غامق، ويبقى عندي كمان فضي فاتح اعمل بيه الدرجتين دول على الاحجار. انا حسيته بصراحة احسن من الرمادي، فبقولوا لي رأيكم هل كده احسن ولا لأ؟ طبعا ده ممكن يخلينا ان احنا نستخدم الاحجار دي، يعني حتى هي رمادي انا ممكن استخدمها في الذهبي، ممكن استخدمها في كحلي، ممكن استخدمها في اي حاجة ونقدر نلونها ونديها تأثير الالوان ده. هيدي شكل حلو قوي للصينية او القطعة اللي انتوا بتعملوها. خلاص هبدأ بالفرشة عادي جدا الونها، وبعد كده هديها طبقة ريزن. خليكم متابعين معايا عشان تشوفوا مرحلة مرحلة. يا ريت لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه بتاعتي ولسه مكسلين انتوا تشتركوا، انزلوا تحت بسرعه دوسوا على سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم دايما تنبيهات واشعارات باي فيديو جديد انا بعمله. كمان ما تنسوش تدعموني باللايك بتاعكم، لان اللايك هو اللي بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر وافكار اكتر ان شاء الله. كمان لو انتوا اول مره تشوفوا فيديوهاتي يا ريت تقلبوا في القناه، حلوه قوي، هتلاقوا اساسيات الريزن، هتلاقوا تفاصيل وافكار كتير وحاجات كتير جدا معموله بالريزن ان شاء الله تفيدكم. يلا بينا نكمل الفيديو. خلاص زي ما انتم شايفين انا بدأت اعمل الاكريليك الغامق الفضي الغامق من الاطراف الخارجية، واحط الفضي الفاتح وبدخلهم في بعض، بعمل ديجريزي بينهم بسيط علشان يبقى شكله حلو. طبعا في الوان بتيجي على القالب واحنا شغالين، كل الحاجات دي بعد كده تقدروا تنضفوه، يعني ممكن يتغسل، ممكن كمان زي ما قلت لكم قبل كده في اول الفيديو عن طريق السيلوتيب اللي هو التيب نحطه عليه، وكل الحاجات دي هتقع وهتتشال، ما تشيلوش همها خالص. بصوا بقى في فكرتين، ان احنا كده كده انا هغطي عليهم بطبقة ريزن، بس انا عن نفسي هغطي بطبقة ريزن خفيفة قوي عشان انا حابة جدا التكتشر والملمس بتاع الاحجار يبقى باين، بس في نفس الوقت احط عليهم طبقة الريزن الخفيفة دي عشان اثبتهم اكتر واثبت الالوان بدل ما مع الاستخدام ولا حاجة يحصل لهم حاجة. انما ممكن برضو ان يتحط طبقة ريزن مثلا اتخن ويبقى الاحجار دي مجرد مدية شكل مش ملمس، فطبعا دي حاجة بترجع لكم حسب ذوق كل واحد فيكم. خلاص هسيبكم بعد موسيقى وشوفوا طبقة الريزن اللي هتتحط، ولاحظوا معايا ان انا هبدأ احط الريزن من عند الاحجار، وبعدين بالهوت ايرجان هبدأ اوزعه ان هو ينزل من عند الاحجار يروح للنص عشان خاطر افضي الاحجار ويبقى عليها ملمس خفيف قوي من الريزن. يلا اسمعوا بقى الميوزك.
طبعا يا جماعة في حاجة مهمة قوي، ان احنا ما نبدأش نحط الرزن الا لما تكون الالوان بتاعتنا نشفت ونشفت حلو، يعني نسيبوها مثلا ساعتين ولا حاجة عشان تبقوا في الامان والالوان بتاعتكم ما تسحش وتبوظ الدنيا. خلاص بصوا دول بعد ما سبناهم جفوا خالص خالص وتأكدا ان هم بقوا تمام كده نقدر نفكهم من القوالب. بصوا شكلهم طلع حلو ازاي، شوفوا من جوه ومن بره وبصوا بتلمع حلوة ازاي. انا صراحة انبسطت بيها جدا. عليها حبة اطراف بسيطة، ممكن الاطراف دي تتقصقص بالمقص، بس هنا حتى كانت بتتطاير بايدي كده عادي جدا. يا رب تكون عجباكم زي ما هي عجباني، وجزئية الشفافية انا عجباني قوي مع الورق الفضي مع التأثير اللي طلع في الاخر، وصراحة الاحجار اطفت شكل فظيع حلو جدا للصواني. وبرضو لما لونتها الفضي الغامق والفاتح شايفه احلى من اللون الرمادي بتاع الاحجار اساسا. عايزه بس انبهكم على ملحوظه، انا ليه حطيت يا جماعه على الريزن وهو لزج، انا هبدا هنا اعمل الاطراف برضو الوان اكريليك فضي غامقه خلاص عشان تتابعوا وانا بحكي لكم. انا ليه عملت على الريزن وهو لزج علشان يمسك عندي الاحجار، لان انتوا لو جيتوا خلاص هو مثلا نشف وعاوزين ترصوا الاحجار وعملتوا الاطار بتاع الاحجار وجيتوا تحطوا عليها طبقه الريزن الاخيره، الاحجار هتتحرك مع الريزن مش هتعرفوا تثبتوها تفضل في الاطار. حتى لو ثبتوها وسبتوا الصينيه انها تنشف شويه هتلاقوا الاحجار دي اتحركت من مكانها، فدي حاجة مهمة جدا ان انتوا تاخدوا بالكم ان انتوا تلزقوا والطبقة لزجة خلاص. انا هنا جيت اجيب الميتاليك اكريليك بتاعي وهبدأ احط عليه نقطة اسود واخلط اللون علشان اطلع فضي غامق الون بيه الاطراف. في طبعا اقلام دوكو وحاجات بيرمننت بتدهن بيها الاطراف، بس انا بلون بالميتاليك اكريليك اللي عندي دوت، وكمان عن طريقه نقدر ان احنا نطلع درجات، يعني الماركر اللي عندي مثلا لونه فضي فاتح فانا مش محتاجه فضي فاتح، انا عايزه فضي غامق، فبالتالي بقى انا محتاجه انا اللي درج اللون بنفسي. كمان انا لما بعمل اطار اللون يا جماعة برجع عيد عليه طبقة تانية عشان ابقى ضامنة انه كله اتلون وكله بقى تمام وشكله حلو.
شايفين انا هنا لو انتهم كلهم هبدا اركب معاكم. بصوا انا جبت العمود الفاضي اهو، انا جايبه مخصوص عشان اعمل الستاند دوت. هو بيبقى معايا زي جلد كده وبنركبه. شوفوا انا هركبه ازاي، مهم جدا ما تعملوش الخطوه دي لما يكون الستاند بتاعكم نشف بجد، لان هو لو ما نشفش هتبقى الضغطه دي عليه هتعمل، هتاثر، هتعمل علامه. خلاص تمام كده، هركب كل القطع في بعض زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وبكده اكون انا خلصت الستاند بتاعي وكمان خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. ويا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو والفكرة بسيطة وسهلة ووصل لكم كل حاجة. اللي عنده اي سؤال يكتبهولي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد على كل التعليقات. وكمان ما تنسوش اللي لسه مشتركش في القناة ينزل تحت بسرعة ويشترك في القناة، يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل لكم اشعارات باي جديد، لان ان شاء الله اللي جاي فيديوهات جديدة وافكار كتير جدا هتعجبكم. كمان ما تنسوش ان انتوا تدعموني وتساعدوني اكبر القناة وتدوسوا لايك علشان تشجعوني اعمل لكم دايما فيديوهات اكتر وافكار جديدة ان شاء الله. استنوني في فيديوهات جاية كتير. سلام عليكم.